متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الذي يتميز طبعا أيضا بدخول شهر رمضان المبارك. عاد الله عليكم باليمن والبركات وتقبل الله طاعاتكم. كما يتزامن هذا الأسبوع أيضا بنشاط في الأحوال الجوية وعودة أحوال جوية غير مستقرة بعد انقطاعها عن الجزيرة العربية لفترة طويلة جدا، وتزداد هذه الاضطرابات الجوية كلما دخلنا في هذا الأسبوع. نبدأ بتوقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد الذي يتوقع أن يشهد أيضا فرصا لأمطار رعدية في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، مع درجات حرارة مرتفعة في العاصمة الرياض تصل إلى 39 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى، 23 إلى 12 في المنطقة الشمالية، 25 إلى 12 في تبوك، 28 إلى 22 في جدة، 23 إلى 14 في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، 32 إلى 20 درجة مئوية في الدمام والمنطقة الشرقية. فرص لأمطار خفيفة محلية متباعدة جغرافيا وزمنيا في مرتفعات جنوب غرب المملكة، أمطار رعدية محتملة في المنطقتين التي ما بين القصيم والعاصمة الرياض وجنوب شرق حفر الباطن. تسبق هذه السحب والغيوم أحيانا بنشاط كبير في سرعة الرياح مما يثير الأتربة والرمال. يوم الاثنين يتوقع أن تنتقل بعض فرص الأمطار الرعدية إلى بعض المناطق الشرقية مع بقائها أيضا في العاصمة الرياض، في حين تتحسن بشكل ملحوظ فرص الأمطار الرعدية في مرتفعات جنوب غرب المملكة على وجه لافت لأول مرة منذ فترة أيضا طويلة. 37 إلى 21 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 29 إلى 23 في جدة، 27 إلى 12 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية من المملكة في تبوك، 23 إلى 14 في المنطقة الجنوبية الغربية، 31 إلى 22 درجة مئوية في الدمام والمنطقة الشرقية، و 26 إلى 12 درجة مئوية في المناطق الشمالية. وكما لاحظنا أنه في هذين اليومين الذين سيحدث يعني بهما التحري، تحري هلال شهر رمضان، ستكون هناك كميات كبيرة من السحب والغيوم تغطي سماء المملكة، وبالتالي بعض مراصد الطرائف في المملكة قد تواجه صعوبة في رؤية الهلال بسبب انتشار السحب والغيوم. يوم الثلاثاء يتوقع بمشيئة الله تعالى، إذا ما انتقلنا إلى يوم الثلاثاء أو عفوا بالعودة مرة أخرى إلى يومي الأحد إذن والاثنين، كما نلاحظ إذن هذا هو انتشار السحب والغيوم في مناطق مختلفة من المملكة بسبب طبعا هذه الأحوال الجوية غير المستقرة التي تؤثر على عمليات التحري. يوم الثلاثاء يتوقع أيضا أن تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية وتتسع رقعة الأحوال الجوية غير المستقرة كما نلاحظ في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، تشمل بذلك العاصمة الرياض، بالرغم من هناك ارتفاع متوقع على درجات الحرارة تصل في العاصمة إلى حدود 40 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصورة 23 درجة مئوية، 24 إلى 14 في جبال جنوب غرب المملكة، 29 إلى 23 في جدة مع أجواء طبعا مستقرة هناك، 27 إلى 15 درجة مئوية في تبوك والمنطقة الشمالية الغربية، 26 إلى 13 في المناطق الشمالية، و 32 إلى 22 في المنطقة الشرقية من المملكة، أيضا فرص هطول أمطار في مناطق قريبة من المناطق الشرقية والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة. يوم الأربعاء يتوقع أن تمتد ويتسع رقعة هطول الأمطار تشمل أيضا الأجزاء الشرقية من المملكة مع حدوث انخفاض لافت على درجات الحرارة، تهبط درجة الحرارة في العاصمة الرياض إلى 34 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى، 21 درجة مئوية، تكون 24-13 في المنطقة الجنوبية الغربية. هناك أيضا فرص لأمطار رعدية في جنوب غرب المملكة في المناطق الوسطى وفي المناطق الشرقية من المملكة، تكون في الدمام من 30 إلى 21 درجة مئوية. في المناطق الشمالية 27 إلى 15 درجة مئوية مع أجواء مشمسة، 31 إلى 18 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية، وتكون في جدة من 29 إلى 24 درجة مئوية مع أيضا أجواء مستقرة إجمالا. يوم الخميس يتوقع أن تتراجع مؤقتا فرص هطول الأمطار الرعدية في المناطق الوسطى والشرقية، في حين تبقى بشكل لافت على المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا. نلاحظ في الرياض 33 إلى 22 درجة مئوية، في جدة 30 إلى 27 درجة مئوية، في المناطق الشمالية الغربية من 33 إلى 19 درجة مئوية، 30 إلى 18 في المنطقة الشمالية، تكون في شرق المملكة من 29 إلى 20 درجة مئوية، في حين تكون من 25 إلى 16 في جبال جنوب غرب المملكة. نختم هذه التوقعات بيوم الجمعة والتي نتوقع بها اتساع كبير واشتداد في حالة عدم الاستقرار الجوي، بحيث يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون هناك عواصف رعدية قوية على طول الواجهة الغربية من المملكة، ولا يستبعد أيضا تشكل السيول وحدوث ارتفاع
كبير في منسوب المياه في بعض الأودية والشعاب بسبب هذه الأمطار. تنتقل هذه الأمطار أيضا لاحقا إلى العاصمة الرياض والمنطقة الوسطى من المملكة. أيضا نتوقع أن تكون مسبوقة هذه الأمطار بنشاط كبير في سرعة الرياح في بعض الأنحاء، مما يؤدي إلى تشكل عواصف ترابية جدارية. درجات الحرارة على النحو الآتي: تكون 33 إلى 24 في العاصمة، 24 إلى 16 في المنطقة الجنوبية الغربية. تكون الأجواء مستقرة في جدة من 31 إلى 28، 33 إلى 19 في تبوك. أما في المنطقة الشمالية تكون أيضا 33 إلى 21 مع ظهور بعض السحب والغيوم، و 31 إلى 22 درجة مئوية في المنطقة الشرقية من المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة لهذا الأسبوع، الذي نسأل الله أن يكون أسبوع خير وبركة عليكم جميعا. أتمنى لكم جميعا مساء وأوقات سعيدة أينما كنتم. إلى اللقاء.